نظر تانية وراح لموضوع تاني له علاقة باستمرار وليد أزارو. بدأت كده أحس خلال ال 48 ساعة الماضية الكلام كله على فكرة وليد أزارو، وهل وليد أزارو مستمر مع الأهلي ولا لسه؟ يا جماعة الموسم لسه ما انتهاش، وليد أزارو حاليا البطاقة على نظام الانتقالات التي ام اس لسه موجودة مع نادي الاتفاق السعودي. بعد ما تنتهي فترة الانتقالات أو لما يبدأ فترة الانتقالات وينتهي الموسم في الدوري المصري والدوري السعودي، تعود البطاقة مباشرة إلى النادي الأهلي، وما زال في عهد وليد أزارو موسم آخر، وهيكون في تفاصيل أكيد هيعلن في حينها وفي توقيتها خلال الفترة اللي جاية. لكن الحساب الرسمي للشروق كان مهتم، والصحف المغربية خدت هذا التصريح واهتمت بيه، لأن الحساب الرسمي اتكلم على إن النادي الأهلي متمسك بخدمات المهاجم المغربي وليد أزارو العائد من فترة إعارة من نادي الاتفاق السعودي، نافين أي إمكانية للاستغناء عنه في الميركاتو الصيفي المقبل. الأستاذ جمال جبر مدير المركز الإعلامي لنادي الأهلي قال في هذه التصريحات لموقع البطولة المغربي: ليس هناك أدنى إمكانية للتفريط في وليد أزارو، هو لاعب نراهن عليه بشدة خلال الفترة القادمة ونعلق عليه طموحات عريضة بعد العودة من الإعارة، وكل ما أشيع عن الاستغناء أو إعارة أو بيع وليد أزارو غير صحيح بالمرة، والفريق محتاج جهود كل اللاعبين خلال الفترة القادمة. طيب الحساب الرسمي للوطن سبورت في الخبر القادم